إلينا ورده عنا وارض عنا برضاه عنا يا رب العالمين، وشفعه فينا وخلقنا بأخلاقه وأمدنا بمدده وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وارزقنا محبته ومحبة آل بيته رضي الله عنهم جميعا، وألحقنا بهم على خير حال، وحققنا بحقائقهم، واسلك بنا مسالكهم، ونورنا بأنوارهم يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين، نحن وذريتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حاشية الشيخ الإمام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى على شرح ابن قاسم الغزي رحمه الله على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله في فقه السادة الشافعية، وما زلنا في أبواب المعاملات، ونحن اليوم في فصل في حجر السفيه والمفلس اللي هو الحجر. الحجر وده شيء معروف إلى الآن، يعني معمول به حتى في القانون المصري وفي قوانين بلاد كثيرة، لأن الحجر هو يعني نزع قدرة الإنسان على التصرف فيما يملك، إما لمصلحته إن كان سفيها أو لمصلحة الغير إن كان مفلسا. يعني قد يكون الحجر لمصلحة الإنسان نفسه، إن كان صغير السن لا يحسن تناول ماله فيحجر عليه حتى يصل إلى مرحلة الرشد اللي بها يصلح ماله، فيكون الحجر لمصلحته، قد يكون بسبب جنون أو شيء من هذا. وقد يكون الحجر لمصلحة الغير كالحجر على المفلس حتى يعني نعطي المدين حقه منه، إن كان يعني على للدائن حقه منه. فهنتكلم على موضوع الحجر من وجهة نظر فقه السادة الشافعية. يقول: فصل في حجر السفيه والمفلس. طبعا دي كمثال حجر السفيه والمفلس، لكن في أنواع تانيين بيحجر عليهم، يعني هيجيبهم لك، منهم المريض مثلا في مرض الوفاة بيحجر عن التصرف في ايه، في حدود ثلث ماله، فاذا زاد عن ثلث ماله رد للثلث. هتيجي احوال كثيره اخرى، لكن هو حطها هنا كده ايه على سبيل المثال فقط وليس على سبيل الحصر. فصل في حجر السفيه والمفلس. والحجر لغه وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق، فينفذ من السفيه. يبقى لما بحجر على إنسان بحجر عليه في تصرفي في ماله وفي جميع تصرفاته، قد يكون بسبب صغر السن ممكن حتى طلاقه لا يقع، لكن السفيه بحجر على تصرفاته في ماله لكن طلاقه يقع. يبقى الصبي لما بحجر عليه بحجر عليه حتى طلاقه لا يقع. هو في صبي يتجوز؟ شرعا يجوز، القانون الوضعي لا يجيز عمل سن للزواج، لكن مش من حيث الشرع ما فيش ما يمنع، لان طفل يتجوز طفله يبقوا ازواج، مش شرط هيعاشرها لانه ما يعرفش المعاشره، لما يبقوا يكبروا يعاشروا بعض، لكن يبقوا ازواج بعض بحيث دي ترث وده يرث كويس. فلو فرض ان هذا الصبي تزوج صبيه وجاء وهم بيلعبوا مع بعض كده وبيقول لها اديني حته شيبسي، قامت قالت له لا، قال لها انت طالق، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لأنه صبي قاعدين بيلعبوا مع بعض أهبل، واخد بالك. لكن السفيه اللي هو المبذر، زي واحد بيبذر ماله، ينزل يروح يتغدى، يتغدى بألف جنيه، هو راجل معاه ملايين، راجل أهبل ده ولا إيه؟ ينزل يشتري بدلة، يقوم للراجل أنت عندك كام بدلة في المحل؟ يقول له 1000 بدلة، يقول له خلاص لفهم لي كلهم وديهم على العنوان ده، حسابك كام؟ مليون، خد مليون. ده يبقى مجنون بقى ده، حد يشتري 1000 بدلة؟ يشتري مخزن عشان عايز يتكسي، يقول لك بس الشتا دخل، ما ينفعش. يبقى ده سفيه، يبقى ده اسمه ايه؟ سفيه. الراجل ده يحجر على تصرفه في ماله، لكن لو راح طلق مراته يقع طلاقه كويس. يبقى في بعض الحجر يمنع التصرف في المال وسائر التصرفات، وفي بعض الحجر يمنع التصرف في ايه؟ في المال فقط، ولكن لا يمنع التصرف في سائر ايه؟ التصرفات. واخد بالك ازاي؟ فناخد بالنا من الحكايه دي، هنيجي نشوفها بالتفصيل على اي حال. يبقى الحجر لغه هو المنع، نقول حجر صحي يعني ايه؟ يعني بنمنع انتشار المرض. يبقى الحجر هو ايه؟ المنع عموما.
وحتى العقل اسمه الحجر برضه، لأنه بيمنع الإنسان عن أنه يعني يتصرف تصرفات لا تليق. فالحجر برضه من أسماء الإيه؟ من أسماء العقل برضه. برضه نفس الحكاية. ومن الحجرة يعني الشيء المحدود اللي يمنع دخول غيره فيه، وهكذا. لغة المنع، وشرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفية. وجعل المصنف الحجر على 6 من الأشخاص: الصبي والمجنون والسفيه. وفسره المصنف بقوله: المبذر لماله. السفيه اللي هو مين؟ المبذر لماله، أي بصرفه في غير مصارفه. والمفلس، وهو لغة من صار ماله فلوسا. المفلس اللي هو صار ماله ايه؟ فلوس. فلوس يعني ايه؟ يعني حاجات ملهاش قيمة، يعني راجل كده كل اللي يملكه مثلا فكت 100 جنيه كده، عشرات على شوية، خمسينات قرش على 4 جنيهات، وبعدين هو اصلا ليه تعاملات كبيرة، فده يبقى مفلس. ايه 100 جنيه يعني؟ فصارت فلوس، يعني مش 100 جنيه كمان ورقة صحيحة، ده تلاقي ورقة 4 جنيهات، تلاقي يبقى دي فلوس. يعني بقى مفلس من ايه؟ من انه صار ماله فلوسا، يعني مالوش قيمة، حاجات ملهاش قيمة يعني. ثم كن به عن قلة المال أو عدمه. يبقى المفلس يطلق على قليل المال اللي هو ليس عنده مال زبال، أو على عديم المال بالأصل، كويس؟ يعني ما عندوش مال خالص. وشرعا مين المفلس في الشرع بقى؟ يبقى المفلس في اللغة الذي يكون عديم المال أو ماله قليل جدا، ده المفلس في الشرع في اللغة. أما الشرع، الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه او ديونه. يبقى المفلس في الشرع هو الرجل الذي عليه مثلا ايه؟ مئات الالوف من الجنيهات ديون، وهو لا يملك في بيته الا مثلا 10 جنيه، وهو عليه مئات الالوف من الجنيهات، يبقى ده اسمه مفلس في الشرع لانه مديون. والمريض المخوف عليه من مرضه. المريض ده نوع برضه ايه؟ المرض يعمل حجر، مش كل مرض، ده المرض اللي هو ايه؟ دخل العنايه المركزه وممكن ما يطلعش، يقوم في الحاله دي ممكن يتصرف تصرف، يكون فيه تسرع، حاسس انه قرب يموت بقى، يقول لك طب مالي كله ده؟ خليه لله. طب والورث هيروحوا فين؟ العيال تضيع، فهمت؟ يقوم ساعتها نحجر عليه فيما زاد عن ثلث ماله، يقوم لو مات ناخد تلت ماله لله، تلت ماله بس، ما نطلعش ماله كله، مع ان هو قال مالي كله، واضح؟ لكن اطلع في حدود الثلث، اعتبر ان اللي قاله ده وصيه، والوصيه ما تزيدش عن الثلث، واضح؟ يبقى المرض مش اي مرض، مرض مخوف، مش عنده زكام، عنده صداع، ضغطه عالي، عنده السكر، ما ينفعش ده، كل الناس كده بقى. لكن اللي بيحجر عليه اللي هو عنده مرض يفضي به الى الوفاه الايه؟ السريعه، وفاه سريعه، زي ما قلت لك جاله ذبحه، جاله بتاع، دخل في غيبوبه ويفوق نص ساعه ويرجع يخش في غيبوبه ثانيه، ونسال الدكاتره يقول لك ده حالته سيئه والحاله دي خطيره، يبقى لو فاق وتصرف في فوقانه يبقى تصرفه في حدود الثلث، واضح؟ يبقى ده اسمه المرض، المريض المخوف عليه، المخوف عليه من مرضه. والحجر عليه فيما زاد على الثلث، واضح؟ وهو ثلث التركه، يبقى انا بحجر على تلتين التركه ما يتصرفش فيها، واسيب له التلت يتصرف فيه، واضح؟ يبقى امنعه من التلتين واسيبه يتصرف في التلت. وهو ثلث التركه لاجل حق الورثه. أنا ليه منعته كده؟ من أجل حق الورثة حتى لا يضرهم، واضح؟ حتى لو طلق مراته يقع طلاق، يمكن هو داخل العناية المركزة هو راجل بقى من أصحاب الملايين ومراته كانت غيظاه، يقول لها أنت طالق علشان ما تورثوش، عايز يغيظها، نقول لا نوقع طلاق، نورثها برضه، واضح؟ لكن لو فاق بقى من مرضه ورجع تاني والحمد لله وحالته اتحسنت وجات الله وهو متحسن الحال، يقع بقى، واضح؟ ايوه. الحاله الاولانيه السفيه حضرتك قلت الطلاق لا يقع، لا يقع طلاق السفيه،
الحالة دي لا يقع حالة مرض ال ايوه، لان هنا عايز يضر الورثه، هنا عايز يضر، بيطلع هنا علشان عايز يضرها، واحنا قايلين لا ضرر ولا ضرار، مش كده برضو؟ مش في اي مرض يعني، في المرض المخوف يعني، لانه الاشمعنى يعني ما رضاش يطلقها لو هو جوه العنايه المركزه، طب ما كان قاعد معاها على طول، يبقى ده اكيد فيها ان يوم الشرع يعامله بخلاف مقصوده، لان الشرع ما يحبش الظلم، فهمتني ازاي؟ لكن هو لو اصلا كان قاصد طلاقه ما كان طلقها وهو قاعد في بيته، يستنى لما يجي له جلطه ويقولوا له خلاص هتطلع روحك، يقوم يقول لها انت طالق، ده فيها ان دي بقى، مش ان بس، ده ان واخواتها كمان، يعني في شك، فهمت؟ إن لم يكن على المريض دين، فإن كان عليه دين يستغرق تركته، حجر عليه في الثلث وما زاد عليه، يبقى بنحجر عليه في الثلثين ويتصرف في الثلث، لو ما كانش مديون، طب افرض مديون أكثر من الثلث، يبقى خلاص نحجر عليه في قدر ديونه، بقدر ديونه ولو استغرق التركة كلها، واضح؟ والعبد الذي يؤذن له في التجارة، دي أنواع تانية، احنا كفاية علينا النهاردة الحبة دول، على الله احنا نحاول نشوف هنخلص ايه، لأن كلام الشيخ البيجوري مفتح فيها جامد، فنقف على كده. يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ على بعض الأنواع، الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والمريض، كويس، دول نحاول ايه نشوف هنعمل فيهم ايه. فصل في حجر السفيه والمفلس، أي وغيرهما من باقي الستة المذكورة في كلام المصنف. طبعا اللي بيحجر عليهم مش ستة بس، ده في الشرع لما تقعد تعدهم تلاقيهم يوصلوا يمكن فوق 60 70، انواع كتيرة بقى تانية، لكن هو هنا على سبيل دي اسمه ايه، متن الغاية والتقريب، ده عامله للاطفال اختصار يعني، عامله لكن لما تخش بقى في الحواشي، الحواشي في الفقه الاسلامي تجد اللي بيحجر عليهم يمكن 70 نوع، على سبيل التفاصيل بقى الكتيرة والفروع الكتيرة، لكن هنا لا بأس انك انت تعرف فكرة عامة يعني. او غيرهما من باقي الستة المذكورة في كلام المصنف، ففيه حذف الواو مع ما عطفت ولو صرح بذلك لكان اولى، لتكون الترجمة مساوية للمترجم له، يعني كان حقه يقول في حجر السفيه والمفلس يقول وغيرهما عشان يبين ان في غيرهم، لكن هنا ايه ما قالش الحته دي. ولعل اقتصار الشارح في الترجمه على حجر السفيه والمفلس وان خالف كلام المصنف، لكون الحجر عليهما هو الذي يحتاج لضرب القاضي بخلاف الحجر على غيرهما، يعني خد بالك ان الحجر على السفيه والمفلس لازم بيكون بحكم قضائي، حكم قضائي يعني ارغامي، يعني ما ينفعش اروح انا ابويا راجل مسرف وشايفه قاعد بيبذر في الفلوس بتاعته، والمفروض الفلوس بتاعته دي هتقول الي لو مات، فبرضه تبذيره يضرني بصوره او باخرى، او ما انا اروح اقول لابويا ايه قلوي دراعه كده واقول له لا انت مش هتصرف بقى، واروح قافل عليه الباب، ما ينفعش، واخد بقى، لازم بقى ايه ارفع قضيه واثبت فعلا عند القاضي ان هو يعني سفيه، عنده سفاهة في التصرفات المالية، يجي القاضي ينظر ويجيب شهود ويجيب قرائن ويتبين ليه، يقوم القاضي يروح حاكم بإيه؟ بالحجر علي على تصرفه، لكن ما ينفعش أنا أروح أحجر على عمي الراجل الغني أو على ابني اللي هو بقى كبير ورشيد وبيتاجر في ماله وبيبذر فيه، أروح أنا أحجر عليه وأنا أبوه بالعافية كده بسلطة الأبوة، لأ، لعلة السفاهة، لا ما ينفعش. لكن الصبي مش محتاج حكم قاضي، الحجر على الصبي مش محتاج حكم قاضي، هو سنه كده عادي، واخد بالك؟ وعلشان كده يمكن هو اقتصر على السفيه والمفلس عشان ده بيحتاج لضرب قاضي، يعني حكم قضائي، بخلاف الحجر على غيرهما، وإنما اقتصر المصنف على الستة التي ذكرها لأنها المشهورة، وزاد عليها الشارح 2 صريحا في الجملة 8، وقد نظمها بعضهم في قوله 8 لم يشمل الحجر غيرهم،
تضمنهم بيت وفيه محاسن، صبي ومجنون، سفيه ومفلس، رقيق ومرتد، مريض وراهن. ما احنا قلنا ان الرهن نوع برضو ايه من الحج، مش كده برضو لما اتكلمنا في ابواب الرهن؟ بس بيبقى ايه حجر على تصرفه في المرهون بس، مش في كل ماله، في المرهون بس لحين سداد الدين. يبقى صبي ومجنون، سفيه ومفلس، رقيق ومرتد، مريض وراهن. دول الايه التمانية، صبي ومجنون، سفيه ومفلس، رقيق ومرتد، مريض وراهن. وفي قوله لم يشمل الحجر غيرهم نظر، ما هو قايل في البيت الاولاني بيقول لك ايه ثمانية لم يشمل الحجر غيرهم، فهو بيعترض على كلمة غيره، فبيقول لك فيه نظر، لانه انواع كثيرة انها انهاها بعضهم الى نحو السبعين، يعني عدها بعضهم في الفروع، الفروع والحواشي وصلت الى حوالي السبعين. بل قال الازرعي ان هذا الباب واسع جدا لا تنحصر افراد مسائله. الازرعي ده ليه كتاب في الفقه الشافعية 47 مجلد، واخد بقى، بيجيب بقى حواشي الحواشي وفروع الفروع، حاجة بقى براحتها. فبيقول ان هذا الباب واسع جدا لا تنحصر افراد مسائله. والى هذا يشير قول الشارح وسكت المصنف عن اشياء من الحجر الى اخره. والاصل فيه، الاصل على الحجر ايه؟ الحجر الاصل يعني الدليل، الدليل على الحجر ايه؟ قوله تعالى. يبقى الاصل لما يذكر في كتب الفقه يراد به ايه؟ الدليل. واذا ذكر في كتب الاصول يراد به المقيس عليه، مش كده برضه؟ والاصل فيه قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل. فليملل الولي، يبقى حجر عليه، خلى الولي هو اللي يملي، فهمت؟ فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو، يبقى دي الايه الانواع، فليملل وليه بالعدل. فجعل تعالى لهم اولياء فدل على الحجر عليهم. وفسر الامام الشافعي رضي الله عنه السفيه بالمبذر، والضعيف بالصبي، والذي لا يستطيع ان يمل هو بالمغلوب على عقله وهو المجنون. يبقى الامام الشافعي قال ايه؟ السفيه اللي هو المبذر، الضعيف اللي هو الصبي، والذي لا يستطيع ان يمل اللي هو المجنون لانه مغلوب على عقله. شفت تفسير الامام الشافعي؟ فجاب المجنون من ايه؟ من ايه؟ في من قوله او لا يستطيع ان يمل هو، يعني ما عندوش تمييز، ما عندوش ادراك، يبقى في الحالة دي اسمه مجنون. وهو نوعان، هو تعود على الحجر، الحجر نفسه نوعان، مش تعود على المجنون، بس بيقول لك المجنون وهو المجنون وهو نوعان، تفتكر ان هو دي تعود؟ لا، رجع تاني قال لك وهو هنا يعني على الحجر نوعان، نوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه، إذ المقصود منه حفظ مالهم، إذ المقصود منه حفظ مالهم. ونوع شرع لمصلحة غيره قصدا وبالذات، فلا ينافي أن فيه مصلحة للمحجور عليه أيضا كالحجر على المفلس، فإنه لمصلحة الغرماء وهم أرباب الديون، وتلك المصلحة وفاء ديونهم، وفيه مصلحة له أيضا وهي براءة ذمته من ديونهم. والحجر على المريض فإنه لمصلحة الورثة، وعلى العبد فإنه لمصلحة السيد، وعلى الراهن فإنه لمصلحة المرتهن، وعلى المرتد فإنه لمصلحة المسلمين. مش يجي واحد مسلم ويتاجر في بلاد المسلمين ويعمل مليارات وفي الآخر يرتد وياخد فلوسه ويروح بلاد الكفار، لا، اول ما يرتد نحجر على تصرفه بقى، على ماله، واضح؟ يمنعه من التصرف في ماله. قول والحجر الى اخره، قد تصرف الشارح في كلام المصنف. فالحجر في كلام المصنف مبتدا، خبره قوله على ستة، يعني بيقول والحجر على ستة، يبقى والحجر ده مبتدا
وعلى ستة متعلق بمحذوف ايه في محل رفع خبر، مش كده برضو؟ طيب هنا بقى ايه؟ فقدر الشارح له خبرا وجعل على ستة مفعولا ثانيا، قال ايه؟ والحجر لغة المنع، وشرعا منع التصرف في المال، وبعدين خلى على ستة جر ومجرور عادي كأنها في محل ايه؟ مفعول به. على ستة فقدر الشارح له خبرا وجعل على ستة مفعولا ثانيا لفعل محذوف، حيث قال وجعل المصنف الحجر على ستة، وهذا حل معنى لا حل إعراب، لكن لزم منه تغيير إعراب الجر والمجرور، فإنه في كلام المصنف في محل رفع لكونه خبرا كما علمت، وفي كلام الشارح في محل نصب لكونه مفعولا ثانيا كما علمت أيضا، لكنه مغتفر لكون إعرابه تقديريا. قوله لغة المنع، ومنه تسمية العقل حجر، ومنه تسمية العقل حجرا لمنعه صاحبه من ارتكاب ما لا يليق، وهذا معنى الحجر بفتح الحاء، وأما الحجر بكسرها فيطلق على الفرس وعلى حجر إسماعيل وعلى العقل وعلى حجر ثمود وعلى المنع وعلى الكذب وعلى حجر الثوب، ونظمها بعضهم في قوله ركبت حجرا وطفت البيت خلف الحجر، ركبت حجرا يعني فرسا، وطفت البيت خلف الحجر اللي هو حجر إسماعيل، وحست حجرا يعني عقلا عظيما ما دخلت الحجر، لله حجر، لله حجر منعني من دخول الحجر، ولله حجر يعني منع، ما هو الحجر يطلق على المنع برضه، منعني من دخول الحجر اللي هو الكذب يعني، ما قلت حجرا كذبا، ولو أعطيت ملء الحجر اللي هو حجر الثوب، مش كده برضه؟ يبقى ركبت حجرا وطفت البيت خلف الحجر وحست حجرا عظيما ما دخلت الحجر، لله حجر منعني من دخول الحجر، ما قلت حجرا ولو أعطيت ملء الحجر. فقول ركبت حجرا أي فرسا، وطفت البيت خلف الحجر أي حجر إسماعيل، وحست حجرا أي عقلا ما دخلت الحجر أي حجر ثمود، لله حجر أي منع، منعني من دخول الحجر أي حجر ثمود، فهو مكرر. ما قلت حجرا أي كذبا، ولو أعطيت ملء الحجر أي حجر الثوب. قول وشرعا منع التصرف في المال، منع التصرف في المال ده شرعا بقى معنى الحجر ايه او الحجر في الشرع بالفتح كده معناه منع التصرف في المال. لا يرد على هذا القيد عدم صحة اقوال الصبي والمجنون الا ما استثني من عبادة الصبي المميز، يعني ايه؟ ما تقول ليش طب ما هو الصبي صلاته صحيحة يبقى اقواله في الصلاة صحيحة، طب ليه عايز تخلي بقى ايه اقواله وافعاله في الصلاة صحيحة، عايز ليه تخلي اقواله في العقود باطلة وافعاله في ماله باطلة، انت هتعمل ايه؟ فهمت ازاي؟ فيقول لك لا يرد عليه على هذا القيد عدم صحة اقوال الصبي والمجنون الا ما استثنية، لان مستثنى منها عبادة الصبي المميز واذنه في دخول الدار، يعني ما تخبط على باب صديقك ابنه يرد عليك ويقول لك اتفضل، تسمع كلام ولا تقول له هات لي حد كبير؟ تسمع كلام وتتفضل، يعني المكان جاهز للاستقبال، مش كده برضو؟ فإذنه لدخول الدار معتبر. وإيصال هدية من مأمون برضو، ممكن تدي الصبي بتاعك هدية تقول له وصلها لفلان، لأن ذلك لسلب عبارتهما وهو معنى زائد على الحجر كما قاله الشيخ عميرة، هو بخلاف التصرف في غيره أي غير المال، فلا حجر فيه، فلا حجر في ايه؟ في تصرف غير المال كالطلاق اي وكالظهار والايلاء. الظهار معروف والطلاق معروف طبعا، والظهار انه يقول انت علي كظهر امي، مش كده برضو؟ والايلاء اللي هو يحلف على زوجته الا يقربها اسمه ايلاء، والخلع ولو بدون مهر المثل، برضو ايه من كل ده ممكن يقع من السفيه ويقبل،
وكالإقرار بموجب عقوبة كحد وقود. يعني لو أقر بمخالفة معينة ممكن إيه يقبل إقراره القاضي كحد وقود، والقود اللي هو يعني على سبيل الدية أو التعويض اللي احنا نسميه دلوقتي تعويض باللغة بتاعتنا في القانون المعاصر، بدل القود يكتب تعويض. وكالعبادة البدنية مطلقا، وتقبل منه العبادة البدنية مطلقا، الصلاة بتاعته صحيحة للسفيه لو صلى ولو حج ولو صام كلها عبادات صحيحة. والمالية لو أخرج زكاة ماله تقبل منه فهاش مشكلة، أو صدقة في حدود المعتاد يعني. والمالية الواجبة اللي هي الزكوات، بخلاف المندوبة كصدقة التطوع ممكن نحجر عليه فيها لأنه ممكن يطلع كل ماله بقى. قوله فينفذ من السفيه ومثله المفلس والمريض والعبد، بخلاف الصبي والمجنون. الصبي والمجنون ما ينفذش الحاجات دي حتى، واخد بالك، اللي هي يعني الطلاق والزهار والإيلاء والإقرار بعقوبة والحاجات دي كلها. ففي المفهوم تفصيل، وإذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. وقول بعضهم وكذا من غيره فاقتصاره عليه ليس للتقييد فيه نظر لشمول الغير الصبي والمجنون، اللهم إلا أن يراد بالغير خصوص المفلس والمريض والعبد. قوله كل القيود دي لما بيحصل اختصار طبعا يبقى الاعتراضات تجي كتير لأنه مختصر، فطبعا يقدر اللي بيشرح بقى يستدرك عليه كثيرا. قول وجعل المصنف الحجر على ستة، فيه إشارة إلى أن كون الحجر على ستة إنما هو بجعل المصنف له على ستة، وتقدم أنه إنما اقتصر على الستة لأنها المشهورة، فلا ينافي أنها تزيد على ذلك حتى أنهاها بعضهم إلى نحو السبعين، كما أشار إليه الشارح بقوله وسكت المصنف عن أشياء من الحجر إلى آخره. وقد علمت أن الشارح تصرف في كلام المصنف على سبيل حل المعنى لا حل الإعراب، وإن لازم منه تغيير إعراب الجر والمجرور لكونه مغتفرا لأنه تقديري، كلام مكرر قاله قبل كده. قوله من الأشخاص ذكورا كانوا أو إناثا، يبقى الحجر لا يكون على الذكر دون الأنثى، بل على الذكر والأنثى إذا توفر في شروط الحجر. قول والصبي أي الصغير، قول الصبي أي الصغير ذكرا كان أو أنثى، فالمراد به ما يشمل الصبية ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاضي، وينفك ببلوغه بلا فك قاضي، لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك قاض. فإن بلغ رشيدا أي مصلحا لماله ودينه ابتدأ ابتداء بخلافه دواما. فإن بلغ رشيدا أي مصلحا لماله ودينه ابتداء بخلافه دواما. يعني الولد جاء على سن مثلا 16 سنة كده وهو شغال في التجارة طول عمره مع أبيه أو مع عمه، وعمه كان حاطط ماله معاه بيتاجروا مع بعض. فالولد وصل 16 سنة، عمه اختبره كده في صفقة فلقى إن الولد بقى حريص وما بيضيعش ماله وإنه مش متسرع فبقى رشيدا، يقوم إيه يقول له إيه خلاص خد مالك أنت واستقل. يبقى إيه هنا ابتدأ رشيدا. كويس؟ طيب الواد بعد كام سنة اتلم على شلة بقى مدمن مخدرات، وبقى بعد كده بدل ما ملتفت للمال بتاعه كويس، لا ده بيروح التجارة بتاعته عشان ياخد الفلوس اللي في الدرج مش يقلبها في السوق عشان يشرب بيها مخدرات، ده هيخرب المحل هيخرب التجارة. يبقى ايه هنا ابتدأ رشيدا ثم صار بعد ذلك سفيها، يبقى ممكن يضرب عليه بعد كده. فهمت بقى الفرق بين اللي ابتدأ رشيدا ثم دام رشيدا، او ابتدأ رشيدا ولم يدوم رشيد. واضح؟ يبقى في واحد ابتدأ رشيدا واستمر رشيد، وفي واحد تاني ابتدأ رشيدا ولم يدم على الرشد. واضح؟ مش هتفهم كلام الفقهاء يعني. فإن بلغ رشيدا أي مصلحا لماله ودينه ابتداء بخلافه دواما، يبقى ما اشترطش ان انا استنى اما اشوف هو هيقعد رشيد دائما عشان اسيبه المال ولا لا،
لان معنى كده هضرب عليه الحجر طول عمره بقى لانه سفيه. فهمت؟ لا، ده انا مجرد ان انا اعرف انه رشيد خلاص ياخد ماله. فاذا ثبت بعد كده انه هو مش هيداوم على الرشد، ابقى انا ارفع عليه قضيه ايه؟ سفه او حجر بسبب السفه او بسبب الادمان او بسبب اي حاجه. واضح؟ فالمعتبر فيه كونه مصلحا لماله فقط، فلا حجر اصلا وان بلغ غير رشيد. طب افرض بلغ الواد سن 16 سنه و20 سنه 21 سنة ولسه الواد متسرع وأهبل ويضحك عليه في السوق، خلاص يفضل برضه محجور عليه، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يبقى هو وصل للبلوغ صحيح، بس ما بقاش رشيد، يعني ما مرش بمرحلة رشد أبدا. وإن بلغ غير رشيد دام الحجر عليه، لأنه وإن زال حجر الصبا لكن خلفه حجر السفة. يبقى لما بلغ ما بقاش صبي. طب وانا ليه حجر عليه بعد البلوغ؟ عشان صار سفيها. طب وقبل البلوغ؟ لانه كان صبيا. يبقى قبل البلوغ الحجر بسبب الصبا، وبعد البلوغ يكون الحجر بسبب السفة. واضح؟ اذا اعترض، اذا اعترض وضايقك وقال لك انا كبرت وعايز اخد فلوسي، ترفع عليه بقى قضية وتجبره. واضح؟ لكن هو من صباه كده ماشي معاك وتحت باطك وانت عمه وما اعترضش، خلاص مش محتاج تعمل حكم قاضي. تملي القاضي نلجأ اليه عند النزاع. عند النزاع حصل نزاع بقى وقال لك لا انا عمي مكوش على كل مالي ومش عايز يديني فرصة، تروح انت كعمه بقى وشاف ان هو سفيه، تثبت انه سفيه قدام القاضي. وإلا لو ما اثبتش القاضي يقول لك مكنه من ماله. واضح؟ وإن زال حجر الصبا لكن خلفه حجر السفة، فمن عبر ببلوغه رشيدا أراد الإطلاق الكلي، ومن عبر ببلوغه فقط أراد الإطلاق من حجر الصبا وهو أوجه، لأن الصبا سبب مستقل بالحجر، وكذا التبذير وأحكامهما متغيرة. ألا ترى أنه يصح التدبير من السفيه والنكاح منه بإذن الولي وطلاق زوجته ووصيته وغير ذلك، ولا يصح شيء من تلك المذكورات من الصبي. يعني في فرق بين السفيه والصبي. الصبي ما يعني في تصرفات كثيرة لا نصححها ولكن نصححها من السفيه. ويسمى هذا سفيها مهملا. المهمل اللي هو مش بحجر قاضي يعني، ده المهمل. وغير مهمل يعني بحجر القاضي، يعني التفت اليه القاضي. انما المهمل القاضي ما عندوش علم بيه. واضح؟ اللي هو عدى بقى سن الرشد وما طربش بماله فما رفعش عليه القضيه، وما رفعش قضيه ومحجور عليه كده ومفيش مشاكل، يبقى اسمه سفيه مهمل علشان ما عليهوش حكم قاضي، يعني مهمل من القضاء. واضح؟ ويسمى هذا سفيها مهملا، كما أن من بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي يسمى سفيها مهملا. لكن يعني ده يسمى برضو سفيه مهمل، والتاني برضو يسمى برضو سفيه مهمل طالما مش بحكم قاضي، لكن تصرف هذا صحيح كالرشيد حتى يحجر عليه القاضي بخلاف الأول، فلا يصح تصرفه. يعني بيقول إيه؟ الصبي يسمى سفيه مهمل لانه مش محتاج حكم قاضي، كويس، وتصرفاته غير يعني معتبره. كما ان من بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي يسمى سفيها مهملا، لكن تصرف هذا صحيح كالرشيد اللي هو السفيه اللي هو عدى مرحله الصبا، ده تصرفاته صحيحة ما لم يحجر عليه القاضي. واضح؟ مفيش حكم قاضي. إنما الصبي تصرفاته باطلة ولو من غير حكم قاضي. واضح؟ أيوه. لكن تصرف هذا صحيح كالرشيد حتى يحجر عليه القاضي بخلاف الأول اللي هو الصبي، فلا يصح تصرفه. فإذا صار رشيدا انفك عنه الحجر بلا فك قاضي، ده الصبي. بخلاف من حجر عليه القاضي
فلا بد من فكه بايه؟ بحكم قاضي برضه. يعني لما القاضي يحكم في مساله بالحجر ما نفكش الحجر الا بحكم قاضي تاني برضه. ويحصل البلوغ، طب واحنا نقول بلغ، كلمه بلغ ايه؟ يحصل البلوغ بايه؟ علامات البلوغ ايه؟ بكمال 15 سنه تحديديه، او يعني اي علامه من دول. افرض ما قمناش لحد سن 15 سنه، يبقى خلاص عند سن 15 سنه يبقى بلغ حتى ولو لم يمني. طب افرض امنى عند سن 14 يبقى بلغ. ايهما اقرب يعني؟ بكمال ايه؟ لا ده احنا بنتكلم على الشرع عندنا، في حاجة اسمها ايه؟ البلوغ الشرعي. انما في حاجة اسمها الرشد القانوني، دي حاجة تانية هتيجي برضو، هتجيلك هنا. ويحصل البلوغ بكمال 15 سنة تحديدية او بامناء ووقت امكانه. ووقت امكان الامناء ايه؟ تمام، 9 سنين تحديدية. طب افرض الواد قال انا امنيت وهو ما بلغش 9 سنين، يقول لك لا ما بلغش، يمكن عنده التهاب في البروستاتا، عنده شويه صديد في مجرى البول، نزل في صوره ايه؟ صديد اصفر كده في تكرمني، اي حاجه مرض. بعد 9 سنين اه ممكن، اقل سن، بس 6 سنين مش تقريبيه، تحديديه في الامناء وفي الحيض تقريبيه. 9 سنين تقريبيه، واضح؟ يعني لو قلت شهر او اتنين مش مشكله. ضرير الحق يعني يعود للبلوغ او الى ايه؟ ووقت امكانه، يعني ووقت امكانه، امكان الامناء او بامناء ووقت امكانه، امكان الامناء يعني. تمام 9 سنين تحديدية او حيض في حق الانثى. ووقت امكانه، امكان الحيض في حق الانثى، 9 سنين تقريبية. يعني ايه؟ لو مر شهر او شهرين ناقص زايد ما تفرقش. وطبعا هنا السنين بالايه؟ بالهجرية، سنين قمرية هجرية مش سنين ميلادية، تاخد بالك عشان هتفرق. واما حبلها فليس بلوغا. طب افرض واحدة فجأة لقيناها حامل وما عرفناش انها حاضت، يبقى بلغت؟ واضح؟ يعني هي اصلا متجوزه من صغرها، وبعدين لما كبرت كده بصينا لقينا بنت حامل وما عرفناش انها اصلا حاضت، فهل حملها ده يعتبر علامه بلوغ؟ يعني ايه؟ يعني دليل على البلوغ، ولا ده علامه على انها بلغت؟ لا، هو ده علامه على البلوغ، وليس هو به البلوغ، وليس به البلوغ. فهمتني ازاي؟ لابد ان تكون حملة يعني البلوغ قبليه بلحظة، قبليه بحاجة بسيطة. واما حبلها فليس بلوغا بل علامة على بلوغها بالامناء قبله. وهذا ظاهر في الواضح، الواضح اللي هو معروف ان ده ذكر او انثى، العلامات دي معروفة، ده راجل او نيجي في الخنثى مشكلة. الخنثى بقى اللي هو ايه؟ عنده الايه؟ الاتنين. يبقى الواضح اللي هو واضح ايه؟ واضح النوع، واضح النوع ذكورة او انوثة. طيب والخنثى غير واضح النوع، لان ما ينفعش تقول الجنس، لان الجنس انسان والنوع ذكر او انثى، واضح؟ لكن الناس دلوقتي يقول لك الجنس جنس، الجنس يعني ذكر او انثى، غلط، الجنس انسان. طب والنوع ذكر او انثى، واضح؟ واما الخنثى فحكمه انه ان امنى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه، فان وجد احدهما او كلاهما من احد فرجيه فلا يحكم ببلوغه، كما قاله الجمهور من الشافعي وهو المعتمد، خلاف للامام ومن تبعه. كويس؟ يبقى اللي هو عنده العضوين موجودين، عضو الذكورة والأنوثة، نحكم ببلوغه لما يحيض من ناحية الايه؟ عضو الأنوثة، ويمني من ناحية عضو الذكر، يعمل الاثنين، واخد بالك؟
يبقى يحكم ببلوغه. فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه، لكن لازم يبقى الاثنين شغالين عشان نقول ده بالغ يقينا. فإن وجد أحدهما يعني أمن ولم يحد، أو حاض ولم يمني، أو كلاهما من أحد فرجيه، يعني أمن وحاض من إيه، من فرج واحد والفرج الثاني غير لم يخرج منه، فلا يحكم ببلوغه كما قاله الجمهور من الشافعية وهو المعتمد، خلافا للإمام ومن تبعه. ويختبر رشد الصبي في الدين بمشاهدة حاله. أما نقول للإمام هنا اللي هو مين؟ الجويني. الإمام هنا، ما احنا كنا كاتبين هنا فاكرين وسلمينكم ورقة زمان، معاكم الورقة؟ الإمام الجويني موجود أهي، شوف الورقة بتاعت زمان. أيوة أنا كنت عاملها. الإمام اللي هو إمام الحرمين، والقاضي القاضي حسين، القاضيان يبقى الموردي والرياني، والشارح جلال الدين المحلي، والشيخان الرافعي والنووي، والشيوخ الرافعي والنووي السبتي، وشيخ الإسلام زكريا الأنصار. سهلة؟ عشان ما يقول الإمام يبقى الإمام الجويني. الإمام الجويني اللي هو إمام الحرمين، اللي هو شيخ الإمام الغزالي صاحب الإحياء. يعني الإمام الجويني خالف جمهور الشافعية، قال ان هو اذا امن او حاض من احد فرجيه يبقى بلغ، مش شرط استنى الاثنين. واضح؟ ده الامام الجويني. التانية قالك لا لازم الاثنين. واضح؟ هو معظم الشافعية المعتمد اللي قاله البيجوري هو ما عليه متأخر الشافعية وعليه الفتوى. البيجوري ميت سنة 1270 هجرية مثلا، واخد بالك؟ فلما يقولك المعتمد يبقى ده اللي استقر عليه المذهب. لكن الإمام الجويني ده كان فين؟ قبليه بكتير، كان من متقدمي الشافعية، وبعديه حصلت مناقشات كثيرة بقى في المذهب وأصحاب الوجوه في المذهب. لكن لما يجي يقول لك الإمام البيجوري المعتمد يبقى ده هو ده اللي عليه الفتوى الأخيرة في المذهب، بعد مناقشات على مدى قرون بقى يقعدوا يناقشوا بعض كتير. خلافا للإمام ومن تبعه. ويختبر رشد الصبي في الدين بمشاهدة حاله في العبادة، بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات. يعني تعرف ان هو بقى رشيد في دينه ان تلاقي الولد ما يكذبش، يسمع الاذان يقوم يصلي، ما يحبش يعمل المحرمات كده، يعني تبقى تعرف ان هو بقى رشيد في دينه. واما في المال، طب نعرف انه رشيد في المال ازاي؟ فيختلف بمراتب الناس. فيختبر ولد التاجر بالمشاحه في المعامله، يخليه يقعد يساوم مع مع المشترين، يوقفه كده على الفاترينه يتعامل مع الناس اللي بتيجي تشتري، يقوم يلاقيه ما بيرضاش ينزل، ما بيحبش حد يفصله ويدي الباقي بالظبط، وما يقبلش اي عمله، وحطت الفلوس في الدرج وقفل عليها منتبه، مش يحطها على البنك وبعدين يروح يجيب حاجه من المخزن يلاقي حد خدها. يبقى كده يبقى الواد ده بقى واعي، واعي كويس. واضح؟ يبقى بالمشاحه في المعامله. المشاحه في المعامله يعني ايه؟ يعني يبقى ما عندوش تنازلات، السعر واحد، ما فيش فصال، واخد بالك؟ الحق والمستحق، ما سيبش بقى الباقي اقول له ما يجراش حاجه، معكش فكه ما يجراش، اخلي الباقي عشانك. ما ينفعش التاجر، ما ينفعش لو هيعمل كده مع كل مشتري ويسيب معاه باقي، او يقول له المشتري يقول له والله البضاعه دي مثلا ب 1000 جنيه بس انا معيش الا 900، يقول له ما يجراش حاجه. لا ده ما ينفعش تبقى تاجر، ده لسه بقى بدري عليه، ده فاهم. لكن يقول له لا 900 ما تقلش مليم، يقول له طب هجيبها لك بكره، يقول له لا انا شايل لك البضاعه هنا لما تجيب الفلوس اديها لك، لكن ما يضحكش عليه يعني واد واعي. انما يقول له اجيبها لك بكره، يقول له طب شيل البضاعه، وبعدين بكره ده ما بيجيش، يجي بقى يوم القيامه ان شاء الله، ما برضه اسمه بكره، واخد بالك؟ فما ينفعش. دي اسمها المشاحه. فيختبر ولد التاجر بالمشاحه في المعامله، ويسلم له المال ليشاحح به لا ليعقد،
في حال الاختبار بيديله المال يبتدي ايه يلاحظه، لكن ما يعملش عقود، ده يتفرج عليه بس، لكن وقت العقد هو اللي يجريه لحد ما يثبت ان هو فعلا اهل للعقد. واضح؟ لا ليعقد. ثم ان اريد العقد عقد وليه. يعني ايه؟ يخليه مثلا، انا راجل فاتح اجنس سيارات وجايب ابني اللي قاعد طول عمره وهو صغير شغال معايا في الاجنس، الولد ابتدى يكبر شوية وابتدى يفهم بقى حلو كده، عنده 16 سنة، فاخليه هو ايه يفرج الزباين السيارة ويفتحها لهم ويبين له مزاياهم والاوبشنز اللي فيها والموديل بتاعها والكتالوج ايه ويعمل ايه ويقول له دي سعرها كذا ومش عارف. خلاص الراجل بقى عجبته السيارة، هيعمل العقد، يجي بقى يعمله معايا مش معاه هو، فاهم؟ يعني هو يعمل المساومات دي كلها والولي بقى هو اللي ايه يقوم بالعقد، يباشر العقد. فهمت بقى الطريقة؟ لا ليعقد. ثم ان اريد العقد عقد وليه، ويختبر ولد الزراع بالنفقة على الزراعة. لو كانوا فلاحين وبيزرعوا ارض وعايز يختبر ابنه بقى عشان يسلم له الارض، هو مثلا ايه عنده 5 فدادين بس هو ايه بيزرعها له لانه عمه لحد ما الواد يكبر، فعايز بقى يختبره، يوم يسيبه يتعامل بقى ايه مع التقاوي، بيشتري التقاوي ازاي، بيتعامل مع العيال اللي بيجوا يرووا، اللي بينظفوا، اللي بيعملوا مع البهائم، بيحطها في الزريبة، بيحط لها الاكل ولا لا، يعني بيعمل الحاجات اللي فيها المصلحة والوظائف اللي فيها المصلحة، يبقى خلاص ده بقى رشيد. ما بيعملش الحاجات اللي فيها المصلحة يبقى ده غير رشيد. واضح؟ يبقى كل مجال حسب ما يعني موضوعه، التاجر غير الصانع غير الزارع وهكذا. ويختبر ولد الزراع، ولد الزراع بالنفقة على الزراع بأن ينفق على القائمين بمصالح الزرع، وتختبر الصبية بأمر نحو غزل وصون نحو أطعمة. الصبية برضه نقول لها تعرفي تعملي لنا، تفصلي لنا مثلا الفستان ده لأختك الصغيرة، وتجيب لها حت كم متر وتديها المقص، وهي أصلا شغالة مع أمها مثلا في التفصيل بقى لها سنين من صغرها، تروح قصها مبوظاها، تبقى دي لسه عملتها مظبوط خلاص بقت رشيدة. وصون نحو أطعمة، نقول لها خدي بالك قبل ما تنامي كل يوم تسخني الأكل أو تحطيه في التلاجة، وتلمي كل نوع تحطيه مع بعضه، وما تحطيش تقوم إيه لما نسيبها كده تلاقي إيه كل حاجة متوضبة مظبوط، وقافلة البوتاجاز وقافلة الأنبوبة ومش سايبة الحاجة تتخرب، يبقى دي بقت ايه صبية يعتمد عليها، بقت رشيدة. انما البت دي مطيورة، تفتح التلفزيون تتفرج على الفيلم وحط البيض يتسلق على النار، تنسى البيض على النار لحد ما المية تفور وتطفي البوتاجاز، وتيجي تخش انت من الشغل بتاعك تلاقي البيت كله ريحته غاز، وفين البنت؟ والمطبخ هيتحرق، والبنت فين؟ قاعدة بتضحك جوه اصلا بتتفرج على المسرحية. ده دي بقى بنت مطيورة، دي مطيورة، دي ما تصلحش، دي مش رشيدة دي. يبقى بعد كده ما نقولهاش تعمل حاجة لحد ما تعقل بقى، يعني ما تخشش المطبخ الا مع عمها، مفيش حاجة اسمها تخش لوحدها. واضح؟ انما اول بقى ما تبقى تمام تخش لوحدها. وتختبر الصبية بأمر نحو غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة، وللأبي أو الجد استخدام محجورة فيما لا يقابل بأجرة وإعارتي لذلك. وللأب أو الجد اللي هم الأولياء، أولياء الصبي، يا إما الأب أو الجد، ممكن يستخدم المحجور عليه اللي هو تحت ولايته في من غير ما يديله أجرة، لأنه بيمرنه بيربيه. واضح؟ يمشوره ويقول له أدي المصلحة الفلانية وتعالى من غير أجرة عشان هو بيربيه. فهمتني ازاي؟ فيما لا يقابل بأجرة وإعارته لذلك. وممكن كمان أوديه لواحد صاحبي في المحل بتاعه يقول له خليه يشتغل عندك عشان يتعلم ازاي يتعامل مع الناس وبتاع، من غير ما طالبه انه يديله أجرة لأن أنا بربيه. وإعارته لذلك ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه. ممكن أروح أقول له مثلا إيه، روح للشيخ اللي بيحفظك القرآن وأنت رايح له بأشتري الخضار بتاعه من السوق وانت رايح، عشان بدل ما ايه مرات الشيخ تنزل تجيب الخضار انت روح قضي له الخضار،
ولو رحت لقيت الأوضة بتاعت الشيخ مش متوضبة روقها له كده وكنسها له بسرعة كده وهيأ له الأمور واعمل له كوباية شاي واقعد عشان يحفظك القرآن، ما فيهاش مشكلة. مقابل إيه؟ إنه بينتفع منه، واضح؟ كل ده ما فيهاش حاجة. ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه، وإن قوبل بأجرة، وإن قوبل بأجرة، ولو كانت هذه الأشياء بتقابل بأجرة برضه. له أن يفعل ذلك بلا أجرة، وإن كانت هذه الأشياء كان هيفعلها من غيره ويجيب واحد يديله فلوس، واضح؟ وله إجارته للنفقة، ولو أنفق عليه بقصد الرجوع رجع عليه. وممكن يأجره كمان، يعني يخليه يشتغل في محل بمقابل، عشان المقابل ده ياخده ينفق عليه منه، واضح؟ ولو أنفق عليه بقصد الرجوع رجع عليه، ولو استخدمه لزمته الأجرة إلى بلوغه رشيدا. يعني لو أنفق عليه واخد بالك وهو يقصد بالنفقة دي انه يرجع عليه بالنفقة دي يبقى يحاسب عليها في الاخر، والعكس بالعكس. ولو استخدمه لزمته الاجرة الى بلوغه رشيدا، يبقى لو كان ولايته بياخد عليها اجر يبقى هو لو استخدمه يحسب استخدمه مدة قد ايه ويدي له اجر عليه، واضح؟ لكن لو ولايته بلا اجر له ان يستخدمه بلا اجر، واضح؟ قول والمجنون، ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض، وينفك بإفاقته بلا فك قاض لما مر في الصبي. يبقى عندنا الصبي والمجنون ما يحتاجوش حكم قاضي في الحجر. قول والسفيه، ويثبت الحجر عليه بضرب القاضي. بقى السفيه ده إن بلغ رشيدا ثم بذر فلا بد من حجر القاضي عليه. ليه؟ لأن أحيانا انت في نظرك اللي بيعمله ده سفه، وفي نظره هو مش سفه، يقوم القاضي يحكم. افرض مثلا ان ابوك غاوي يشتري كتب الدين مثلا مهما كانت بقى غاليه، فبيشتريها ويجمعها عنده في المكتب. انت شايف ابوك ده اصلا مش راجل دين، ابوك ده تاجر، طب بتشتري كتب الدين دي ليه؟ انت كده ده سفه. انت كل ما يجي معرض الكتاب تروح تشتري لي ب20,000 جنيه كتب كل سنة لما بقت عندنا مخازن، ده سفه في نظر ابنه، سفه لانه مش شايف مسوغ. لكن ممكن يروح عند القاضي يقول لا ده مش سفه، ده انا بشتري الحاجات دي لان انا بدعي ان ربنا يطلع من ذريتي عالم يستفيد بيها. يقوم يجي القاضي يقول هل يا ترى هو بيشتري من نفس النسخة من نفس الكتاب عدة نسخ، ولا هي حاجات مش مكررة وحاجات نادرة؟ فإذا كان نفس الكتاب بيجيب منه 20 نسخة ده سفه، هو مش تاجر كتب. لا ده بيجيب حاجات مش مكررة، يبقى لا، دي وجهة نظر، ويبقى ما يسمعش كلام ابنه اللي هو عايز يضرب السفه على، وهكذا. عشان كده ما ينفعش ان انا احكم على السفه بنفسي، لازم يجي طرف ثالث محايد وهو القاضي يحكم، واضح؟ يعني يجي مثلا واحد يشتري عربية مرسيدس احدث موديل مثلا، ابنه يقول له ليه طيب تركب احدث موديل قرب ب3/4 مليون جنيه ولا بمليون جنيه؟ طب ما تجيب عربية ب100,000 وخلاص. لازم يبقى ابنه في نظره ان ابوه كده في التصرف ده سفيه. ابوه هو بيعمله كده، ده رجل اعمال لوسط معين، لازم يبقى ليه برستيج معين، فهو شايف البرستيج ده ضروري، وان ده بيعمل له مصالح معينة وبيخليه ليه ثقة وثقل في السوق، وتبقى كلمته ليها معنى عند الناس لما يشوفوه بهذه الهيئة، فهو شايف ان ده ليه مسوغ. ابنه مش شايف ان ده ليه مسوغ، فما ينفعش يختلفوا بقى مع بعض، يجي القاضي يحكم. فهمت بقى ازاي؟ فمش كل واحد بقى ايه من وجهة نظره ان ده سفيه بقى خلاص اضرب، لا، لازم القاضي يجي يحكم ايه ويراعي بقى ظروف كل واحد. والسفيه، ويثبت الحجر عليه بضرب القاضي ان بلغ رشيدا ثم بذر. يعني لو بلغ رشيدا ابتداء ثم بذر يبقى يحتاج حكم قاضي، لكن لم يبلغ رشيدا يفضل ايه مستمر الحجر عليه بلا قاضي، بس انتقل من حجر الصبا الى حجر السفه، فهمت؟ فلا بد من حجر القاضي عليه، فان لم يحجر عليه كان سفيها مهملا، يعني بغير حكم قاضي.
وتصرفاته نافذة، ويبقى تصرفاته نافذة. سفيه مهمل وتصرفاته نافذة ليه؟ عشان ما فيش حكم قاضي يبطل. واضح؟ لو عايز تبطل تصرفاته هات لي حكم قاضي. وإن بلغ غير رشيد كان محجورا عليه شرعا من غير حجر قاضي ويسمى سفيها مهملا وتصرفاته غير نافذة. يبقى كويس؟ يبقى السفيه اللي هو أصلا لم يحجر عليه قاضي يسمى سفيها مهملا وتصرفاته نافذة لحد ما يجي يحكم حكم القاضي عليه. كويس؟ طيب لو كان هو أصلا ما بلغش رشيد يفضل سفيه ويبقى سفيه مهمل وتصرفاته غير نافذة لأنه ما مرش من مرحلة رشد. واضح؟ فإن صار رشيدا زال عنه الحجر من غير فك قاضي كما علم مما مر. فائدة: سئل العلامة الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو السفة؟ فأجاب بأنه إن علم الرشد بعد البلوغ فالأصل الرشد، وإن علم ضده بعد البلوغ فالأصل السفة. ودي حتة دقيقة لطيفة، لأن احنا عندنا في أحكام الشافعية إيه بنقول؟ إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فاليقين اللي هو الأصل يعني في الأشياء في الإنسان إنه يبقى رشيد ولا يبقى سفيه. يعني أنا لما تتعرض عليا قضية عايز أرجعها للأصل، على الأصل دور، إن لم يثبت عندي أدلة فالقاضي يرجع للأصل لأنه اليقين لا يزول بالشك. طيب فيحكم هنا يعتبر إن السفه هو الأصل فيحكم بالحجر، ولا يعتبر ان الرشد هو الاصل فيحكم بفك الحجر. فهمت السؤال بتاع الامام الرملي؟ انه كانوا دول قضاء، دول كانوا قضاء بتعرض عليهم قضايا. فقال ايه؟ قال ان علم الرشد بعد البلوغ نسألهم، نسأل الناس اللي في المنطقة اللي يعرفوه، نجيب شهود هل الولد ده بعد ما بلغ مر بمرحلة رشد فيبقى الاصل الرشد. طب لم يمر بمرحلة رشد يبقى الاصل السفه. واضح؟ فهمت طريقة تفكير الإمام الرملي؟ كان يسمى الشافعي الصغير. قوله وفسره المصنف، أيوه كان أعلم من أبيه، هو أبوه كان فيه محمد ابن أحمد الرملي، محمد ابن أحمد. فأحمد الرملي عالم كبير أنجب محمد، محمد ده بقى إيه؟ فقى أبيه لدرجة قالوا عليه إنه هو الشافعي الصغير من شدة إيه؟ دقة علمه. اسمه شاب الدين، ما هو أحمد يسموه شاب الدين ومحمد يسموه شمس الدين، تملي كده يعني، كل محمد يسموه شمس لأنه ظاهر مش كده برضه؟ وأحمد كان باطن فيبقى شهاب مش كده برضه؟ أحمد باطن ومحمد ظاهر، والشمس ظاهرة والشهاب باطن، فده يليق بيه. فهمت الحكاية؟ وفسره المصنف اللي هو على السفيه، أشار بذلك لأن قول المصنف المبذر لماله صفة كاشفة فهي كالتفسير للسفيه. قول المبذر لماله من التبذير وهو الصرف مترادفان. يعني هل التبذير والصرف مترادفان؟ بعض الفقهاء اعتبروها مترادفات، بعض الفقهاء اعتبروا انها مترادفات، مسرف ومبذر واحد. كويس؟ وبعضهم قل منهم وانا منهم واميل لهذا الراي ان التبذير يكون في النفقه في المحرم ولو قليله، والسرف يكون في النفقه المباحه بغير حاجه، وده ادق. كويس؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالمبذر هو الذي ينفق المال في الحرام ولو قليل. واضح؟ يبقى اسمه مبذر. طيب والإسراف؟ المسرف اللي ينفق ماله في المباح اللي غير محتاج له. هو عنده سيارة يوم يجيب 3 سيارات. طب ليه؟ يقول لك عشان دي لو باظت تبقى عندي التانية. طب والتالتة ليه؟ مزاجي كده.
ايه مزاجي كده؟ ما هو مباح انه يشتري ثلاث سيارات لكنه ده يبقى مسرف. مسرف، واضح؟ طيب، هو بيعمل المستحب، بينفق ماله في مستحبات مش مباحات او في واجبات شرعية، يبقى ده مش مسرف ابدا، لا صرف في الخير، لا صرف في وجوه الخير. واضح؟ عشان كده سيدنا ابو بكر برا من ماله. ايوه، سيدنا ابو بكر طلع من ماله كله للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما النبي ما قالوش ده اسراف، مش كده برضه؟ لان دي وجوه خير. يبقى في حاجه اسمها المباح وفي وجوه خير. المباح اكثر من الحاجه فيه اسراف، او الحاجه التي تليق بيك بزمانك ومكانك، يبقى يسموه اسراف. طب انفقت في المحرم ولو مال ضئيل جدا، يبقى تبذير. يعني رحت السينما مرة في السنة، وانا مذهبي ان السينما حرام، واللي قاعدين بيربي، وان التمثيل حرام بكل انواعه، وهذا اللي قاعدين بيربي كويس. فراح دفع تذكرة في السينما مرة كل سنة، يروح بس ايه يشوف فيلم كده في العيد، يبقى المبلغ اللي دفعه ده حرام، مبذر، فاعل كبيرة، يجب ان يتوب منه. شفت قد ايه بقى؟ طيب، لا هو ما دفعهاش في السينما، ده دفعها رسوم في ايه؟ في حديقة، حديقة كده متنزه، وبيعملوا رسوم داخلية فيه، بس عاملينها لولاد الاكابر، فالرسوم فيها الدخول رسم دخول 100 جنيه، ويجي ياكل جوه الوجبة ب 200 جنيه. ما هو الدخول للمتنزه مباح، بس 100 جنيه ده كتير قوي، لمجرد عشان تعدي كده الباب بس تدفع 100 جنيه. يبقى ده اسراف. واضح؟ لانه في المباح. ويبقى حرام من الصغائر. والتبذير حرام من الكبائر. واضح؟ ده الفرق الذي ايه افهمه انا. لكن بعض العلماء اعتبر التبذير والاسراف مترادفان. مفيش فرق. كله سواء فيما لا ضرورة له او في محرم. كله اسمه ايه؟ تبذير او اسراف. واضح؟ من التبذير وهو الصرف مترادفان على صرف المال في غير مصارفه، كما يقتضي كلام الغزالي. ايوه. لان الطيب مستحب ولا الطيب مباح؟ مش التطيب ده مستحب للجمعة وللجماعات؟ طيب، ما احنا قايلين المستحب اللي صرف فيه، مش كده برضو؟ طيب، كما يقتضي كلام الغزالي ويوافق قول غيره، ما لا يقتضي محمده عاجلا ولا اجرا اجلا. وفرق المواد بين التبذير والسرب بان الاول الجهل بمواقع الحقوق، والثاني الجهل بمقاديرها. ونازع فيه ابن قاسم، ثم ان كان التبذير من حين البلوغ لم يحتاج لحجر القاضي، لانه ايه هيستمر برضه، هيستمر، هيبقى يسمى ايه؟ سفيه مهمل. وان كان بعد بلوغه رشيدا احتاج لحجره عليه، كما علم مما تقدم قوله في غير مصارفه، وهو كل ما لا يعود نفعه اليه لا عاجلا ولا اجلا، فيشمل الوجوه المحرمة كأن يشرب به الخمر. يبقى لو قلنا أن التدخين حرام، يبقى النفقة في التدخين تبذير، وهي من الكبائر. وأنا أعتقد أن التدخين حرام من الكبائر وليس من الصغائر. التدخين في هذا العصر حرام من الكبائر وليس من الصغائر. وكان أول ما نشأ التدخين كان مباح، ثم صار بعد ذلك مكروه، ثم صار محرم من الصغائر، ثم صار بعد ذلك محرم من الكبائر. ليه؟ لاختلاف الحالة. لأن أول ما نشأ التدخين كان عبارة عن أعشاب بتدخن بدون ما يضاف عليها إضافات، فكانت لها رائحة طيبة وما كانتش لها ضرر بالغ، فكانت تعتبر زي حاجة لها ريحة، كأنك أنت بتشم بخور، فأباحها بعض الناس. بعد كده ابتدت ايد الصناعة تدخل فيها، فتضيف عليها حاجات وتحمضها
وتضيف عليها حاجات تانية تؤدي إلى نوع من الضرر الغير متيقن فصارت مكروهة. وبعد كده ابتدوا يضيفوا عليها أشياء تؤدي إلى العادة وإلى الإدمان، كويس، فصارت محرمة. وبعدين بعد كده بقوا يضيفوا عليها بعض الخمور عشان تديها نكهات فصارت نجسة، فصارت حرام من الكبائر. فيبقى ايه؟ تدرجت الاحكام. فما تجيش تاخد لاحكام التدخين من عالم من 100 سنة وتجريه على تدخين اليومين دول. ده هو بيتكلم على حاجة تانية كانت بتصنع بطريقة تانية، ما كانتش بتضاف عليها حاجة تانية. درجة كان بعض علماء الحديث زمان من 100 سنة كان يبقى في ايده النرجيلة وقاعد بيروي الحديث وياخد نفس. ما ينفعش تعملها انت دلوقتي، تجيب البايب وتقعد كده في ايه، في مجلس حديث، لان اللي كان بيدخنه ده كان عامل زي البخور، ده كان بيطفي رائحة طيبة في المجلس وكان حاجة زي البخور وغير ضار، كأنه مسك فواح، واضح؟ لكن دلوقتي لا. طب ايه الدليل على انها من الكبائر التدخين في هذا الزمان؟ ان التدخين يضر صاحبه ويضر من بجواره، اللي هو التدخين السلبي يقينا، ما بقتش بقى فيها يعني احتمالات، دي خلاص متيقنة ان في ضرر على المدخن وضرر على من بجوار المدخن. طيب يبقى من بجوار المدخن ضر بسبب تدخين المدخن، يبقى لم يأمن بوائقه، وإزاء الجار حكمه إيه؟ من الكبائر. إزاء الجار من الكبائر، يبقى المدخن اللي بيدخن في وسط الناس بيفعل كبيرة لأنه بيؤذي الناس، واضح؟ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والجار هو اللي جالس جنبك في السيارة، واللي راكب جنبك في الأسانسير، واللي جالس جنبك في المكتب، واللي جالس جنبك في بيتك اللي هي مراتك، واللي بيلعب حواليك اللي هم عيالك، كل دول جوارك مش جيرانك ولا دول مش جيرانك؟ طيب وانت بتضرهم بالتدخين، والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وعدم دخول الجنة يترتب على فعل الكبيرة ولا يترتب على فعل الصغيرة. فكون النبي حرمه من دخول الجنة بسبب إيزاء الجار دل على أن إزاء الجار كبيرة، والكبائر والتدخين كده. يبقى التدخين حرام من الكبائر ولا لا؟ من الكبائر. سهلة. يبقى التدخين مر بكم مرحلة؟ مر بمرحلة قالوا عليه جائز، وبعدين لما ظهر الضرر في بعض الناس قالوا مكروه لأنه مش متيقن الضرر، وبعدين لما تيقنوا الضرر قالوا حرام بس من الصغائر لأنه ليس كالخمر. لما ثبت الضرر على الغير مع وجود نجاسته وقبح رائحته فصار كبيرا. شفت بقى مر بكم مرحلة التدخين؟ يبقى تتغير الأحكام بتغير أحيانا طريقة الصناعة، وأحيانا ازدياد العلم بإيه؟ بالشيء. الأول حاجة جديدة في الأمة مش عارفاها، فالعلماء ما يقدروش يحرموا حاجة كده فجأة، تقوم تمر 100 سنة على ما بان بسوقه، فابتدى العلماء يغيروا رأيهم، واضح؟ فعلشان كده ما حدش يجيب لي بقى إيه كتب متألفة في التدخين والدخان من 50 سنة ويستدل بيها على حكم الدخان الآن، ما ينفعش. لأن الدخان بتاع النهاردة غير الدخان اللي كان بيقول عليه الشيخ بخيت المطيعي، اللي هو مات سنة 1930. سيدنا بخيت المطيعي ده مات سنة 1930. لما تيجي تجيب لي فتوى الشيخ بخيت المطيعي في الدخان على انه مكروه فقط، وتقول لي ان الدخان مكروه ما الشيخ بخيت المطيعي قال كده، تبقى انت اونطجي مش فاهم حاجة. لان الشيخ بخيت المطيعي لو عايش الوقت وشاف الدخان ده وعنده هذه المعلومات عنه كان قال عليه حرام، واضح؟ بس الشيخ ابراهيم بيجوري نفسه هنا نص على في كتاب الصيام على انه مباح التدخين وحرمه في رساله التوحيد. ايوه، لانه لما كتب الكتاب الاولاني ده كان لسه التدخين بيقولوا عليه مباح. لما الف الكتاب في اخر عمره كان التدخين ابتدى تظهر مضره، فقال في اخر كتبه انه حرام وفي اوائل كتبه قال انه مباح. تبقى تتغير بتغير ايه الاحوال. خد بالك دي نقطه مهمه.
يبقى المسائل زي دي ما بتاخدش حكم يستمر معاها، لا بيتغير بتغير الزمان والمكان والحال وطريقة الصناعة والمعلومات المتركبة المترتبة على مر العصور. القهوة في الأول كانوا فاهمين أن القهوة دي خمرة تسكر فحرموها في الأول، وبعدين لما أظهر لهم الشيخ زكريا الأنصاري أنها لا تسكر فأباحوها. لكن القهوة لما تجيب القاموس تلاقيه القهوة من أسماء الخمر، كلمة قهوة من مرادفات لاسم من أسماء الخمر. فلما جم قالوا القهوة دي طلعت سموها قهوة، هي بن سموها قهوة، فالفقهاء سمعوا قهوة في ذهنه قهوة خمر، فقالوا له ايه حكم القهوة؟ الحرام. واضح؟ بعد كده لما شافها وشربها طلعت بن، وطلعت بتنبهه وتصحصح وما بتزلش عقله، هلا المشروب ده حلال، قالوا له ما المشروب ده هو القهوة، قال خلاص تبقى مباح. واضح؟ بس طب بص طيب يا سيدي، ما هو نسأل فيها اللي بيحطوها دي بتعمل ايه؟ انا ما اعرفش، مش عارف انا بيحطوها ليه يعني. انا ساعات اروح اشتري قهوه الراجل يقول لي عليها جوزه الطيب، اقول له لا انا مش عايز الحاجه اللي ما اعرفهاش، اديني قهوه سك لحد ما اعرف جنس ملتها ايه دي. تعتبر من التوابل يعني تحط على الاكل ده، هل ليها تاثير يعني معين؟ نعم يعني كده زي الحشيش مثلا. التوابل لا زي التوابل، نوع من انواع التوابل يعني. خلاص اذا كانت زي التوابل كده بتديها نكهه خلاص ما بتضرش خلاص. المهم ما نعرف جنسيتها نبقى نعرف نقول حكمنا فيها. اشربها انت ونشوف لو جرى لك حاجه. انا ما بحبش اجازف في الحاجات المطعومات والمشروبات، اللي اعرفه اخد له، اللي ما اعرفوش ماليش دعوه. في غير مصارفه، المبذر لماله في غير مصارفه، وكل ما لا يعود نفعه اليه لا عاجلا ولا اجلا، فيشمل الوجوه المحرمه كان يشرب به الخمر او يزني به او يرميه في البحر او في الطريق، والمكروهه كان يشرب به الدخان المعروف، جعله مكروه هنا الشيخ البيجوري. خد بالك احنا في زماننا احنا هنحطه تبع المحرم، فان الاصل فيه الكراهه، فصرف المال فيه من التبذير حيث لا نفع فيه، أو يضيعه باحتمال غبن فاحش وهو لا يعلم به، وإلا فهو من الصدقة الخفية. يعني أنا رحت اشتريت حاجة بضاعة بتتباع بعشرة جنيه، جبتها هنا بخمسين جنيه، كويس، ده تضيع مال برضه، غبن فاحش. طب أنا بشتريها بخمسين قاصد لأن لقيت الراجل اللي بيبيعها راجل رص الثياب، فأنا بديها له صدقة مخفية، ما فيهاش حاجة، لان انا عارف وانا متنازل من باب الصدقة الخفية. فهمتني بقى ازاي؟ وهي محمودة لا صرفه في المطاعم والملابس ووجوه الخير لان تلك مصارفه، ولا فرق في المطاعم والملابس بين ان تليق به والا تليق به، كشراء اماء كثيرة للتمتع وتحصيل انواع الاطعمة اللذيذة، لان المال انما يتخذ للتنعم به. ونقف على قوله والمفلس، وإن شاء الله يوم الخميس القادم أجازة عشان عندي كده معزوم على مناقشة رسالة في كلية الحقوق الساعة 6-7 مساء إن شاء الله، فالخميس القادم أجازة بإذن الله، والخميس بعد القادم إن شاء الله نلتقي كالمعتاد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. جزاكم الله خير.